على الكر على الكر كر 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 انت وضعت المية ليه كر قدرت مية زياء خليل هل قدرت مية خليل يا سلام قل له الخليل خليك جنب قدرت مية هات قزازة مية الكلب ده عشان نوجع المية المية هات من الأهل بس لا هات بس قزازة مية يا عم وهات لي مية لي هات لي مية لي بص المية المنظر وكركر هو كركر ده كلب جوازات اهو انت مش فاهم كركر كلب جوازات ابدا كركر ده كان اول بقى كان زوم وقمي بس دلوقتي خلاص مش اي حاجة هو دلوقتي بقى العب لما اتجوز بقى كان عاجز كده كان مش عاجز كده عادي وش حلو خالص وش عسل يا جماعة الكلب اللي جوه وش زيها بس لونه اسمر بقى وكبير ذات مية ذات تجبتها منين دي؟ ها؟ ودي ها؟ وقعش تاني يا كار شفت يا جماعة المنظر كلب كان يموت من العطش او كده الكلب قاعد يقول لي انا عايز اكل كده ربنا كتب لي حسنات ياما عشان الكلب كان ميت من العطش لازم الجماعة من الحر لازم يعملوا كده كلب كده عشان وشه من الحر في اللي بقى في الناس اللي حطوا لك وشه كده لا حرام عليك انت بس تجيب حبة مية على ايدك وعملها له كده باي هو انت مش كده كلها وعايز الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا كانت النهارده مع كرم وباي